المدرب الخلوق المحترم المهذب الكابتن فكري صالح قال رأي هنسمعه عشان نناقش فيه جزئية. هل ترى أن موسيماني نجح في إيصال أفكاره للاعب الأهلي حاليا؟ والله أنا هقول حاجة بس أرجو أنها يعني تتفهم صح. أنا وأنا ماسك مع مايكل إيفر نادي الزمالك كنا ماشيين حوالين النادي الأهلي، قال لي أنا لو مراتي مسكت النادي الأهلي هتكسب الأهلي والدوري والكاس. قلت له ليه؟ قال لي لأن كل شيء جواها منظم. اتفهمت قصدي ايه؟ فأنا مش بقلل من موسيماني، ولكن هو جه في مكان هذا المكان كل واحد عارف ايه اللي عليه وايه اللي له في النادي الأهلي، وبالتالي بتبقى دي تساعد أي حد إنه ينجح. عظيم. في إدارة، في جهاز فني، في رئيس نادي، في كل واحد منظومة منظومة عمل. حضرتك قلت في البداية إنه عايز الناس تفهمني صح، وأنا أعتقد فهمت حضرتك صح. أنت بتشيد بمنظومة النادي الأهلي اللي هتنجح أي مدرب، واللي هتنجح أي مدرب. بس برضو لازم أناقش حضرتك في جزئية مهمة، إنه في بعض المدربين بيجوا النادي الأهلي ولا ينجحوا. يعني لو بنفس القاعدة دي، ما هو أي مدرب بيجي يدرب، هقول لحضرتك ليه اللي بيجي بقى ما بينجحش ليه؟ ليه؟ لأن موسيماني أول ما جه أول يوم تشعر بيقول لك أنا كان نفسي في حياتي أدرب النادي الأهلي. صح. أول يوم أول حديث. اتنين، بعد يومين ثلاثة تقول إيه ده؟ الراجل ده كان عايش معانا في النادي الأهلي ولا لا؟ خلى الجمهور حتى يحبه. صحيح. هو لو تحس ينكن مثلا ينكن تحس إنه واحد من النادي الأهلي اللي هو مدرب الحراس وده سبب نجاحه. صح. لأن خلي بالك عايز تنجح لازم يبقى تقدر العلاقة بينك وبين اللي بتشتغل معاه علاقة فيها نوع من الحب. صح. ومن هنا موسيماني كان ذكي جدا انه مجرد ما جه تصريحاته كلها ان انا تقول ده واحد من النادي الاهلي، يقول لك انا طول عمري بحلم ان ادرب النادي الاهلي. من هنا مع الحتة اللي انا قلتها لك، النظام اللي موجود في مؤسسة النادي الاهلي تنجح اي حد، الاثنين دخلوا فبقى المنظر اللي انت شايفه. تعالوا ناخد ونحلل الكلام اللي قاله الكابتن المحترم فكري صالح وهو احد ناشئي الزمالك كحارس مرمى ومدرب حراس، لكنه رجل يتحدث باحترام وبموضوعية وكلام فيه منطق. صحيح. عندما يتحدث هو بيتكلم على كلمة الأهلي ينجح بأي حد ولو مسكوا فلان وبعدين قال لك في مايكل إيفرت قال له أنا لو زوجتي مسكت النادي الأهلي هتجيب البطولات. بس هو أصل مايكل إيفرت جه مرة النادي الأهلي وما جابش البطولات، هو نسي بقى يمسك زوجته. يعني يا ريتنا تعاقدنا مع زوجته ما تعاقدناش معاه، لأن هو لما مسك النادي الأهلي ما جابش بطولات. هذا الكلام معناها تعظيم لنظام النادي الأهلي، هذا الكلام معناه ان النادي الاهلي بينجح عنصر داعم للمدرب بنظامه وبلعبته وبعناصره وبمساندة الادارة وباستقرار مادي واداري بينجح. كل دي العوامل اللي لو مدرب كفء ينجح بيها، كفء مش بس كفء وعنده ارادة العمل، لان مايكل إيفرت نجح بره، لكن لما جه النادي الاهلي كان شيبيع وزيه ما تعرفش، فشل ذريع، وكان احد اسباب يمكن مشاكل مجلس اداره الكابتن عبد الصالح الوحش وادت لسحب الثقه. وبعدين اول ما مشي جه كابتن صالح وبدات مسيره اصلاح جيل التسعينات وليكتسح النادي الاهلي البطولات في التسعينات فورا، ما استناش النادي الاهلي موسم. لكنه يتحدث عن موسيماني، ايه السبب بقى؟ موسيماني جاء بالحب، جاء بالرغبة والفرحة في انه بيعمل في النادي الاهلي والارادة ان يحقق معه الانتصارات، فوجد المناخ الذي ينجح. وميدو اتكلم على موسيماني ازاي، سيبك بقى من الناس اللي مستقطرة ان موسيماني يجي النادي الاهلي ومتضايقة من النجاحات التي قد تضاف الى سجله فيبتدي يتحط في مكان عنده جمهور النادي الاهلي. الاخلاص يا جماعه والرغبه والصدق هي اللي بتنجح، مع ان النادي الاهلي فعلا هو عنده كل عناصر المسانده التي بتنجح. يا استاذ ابراهيم،